يمثل القارئ الليبي محمد مفتاح والي جيلاً جديداً من قراء ليبيا الذين حرصوا على التمسك بالقرآن الكريم ليكون لهم حافظاً من الفتن التي تمر بها بلادهم. فبحرص من أسرته حفظ القرآن الكريم كاملاً، وهي العادة التي تسير عليها عديد الأسر الليبية التي تفتخر بأن يكون لها في كل بيت قارئ. بدأت دراسة القرآن وأنا صغير، كان يعني والدي يرفع فيه للمسجد، لا أستطيع الذهاب بنفسي لأني صغير، ثم نذهب إلى المسجد وكان شيخي وعلى رأسي الشيخ هشام التاجوري في مسجد جامع الصقعة بمدينة طرابلس، كنت أدرس هناك من أنا صغير يعني. فيعني كانت المدة طويلة جدا، كانت يعني 10 سنين، ويعني كملت القرآن وحفظته الحمد لله على الشيخ. ثم ذهبت إلى يعني كثير من المشايخ في طرابلس، في جامع زوالي، جامع أبو غرارة، جامع الدعوة الإسلامية، ودرست عند كثير من المشايخ، الشيخ عصام الرباعي ما شاء الله، الشيخ محمد صابر، الشيخ صبري، الشيخ يونس، يعني كثير من المشايخ، زي ما احنا نقولوا من كل بستان ناخذ زهرة يعني. درست كثير من المشايخ وتعلمت منهم الحمد لله، هذا في جانب الحفظ القرآن والأحكام التجويد. ثم نأتي لجانب التجويد والمقامات والأمور تتعلق بالصوت والنقاء والأمور هذه. فأولا كان أخذت المقامات وتعلمتها من أخي الكبير، كان صوته جميل، ثم سمعته كذا مرة وعلمني في هذا المجال بعض المقامات إلى آخره، وتعلمت عند الشيخ عثمان الترهوني وهو في جامع الصقعة، كان ينادي علي تعالى سمعني، صوتك جميل، أنت تستطيع أن تجود فقرة قرآن. ثم بعد ذلك انطلقت وذهبت إلى مسابقات في طرابلس على مستوى سوق الجمعة، المنطقة اللي موجود فيها هنا، على مستوى طرابلس، على مستوى ليبيا سابقا، الجماهيرية على مستوى ليبيا، وشاركت في بعض المسابقات، وفي على مستوى سوق الجمعة جبت الترتيب الأول، على مستوى طرابلس كذلك، وعلى مستوى الجماهيرية لم يحالفنا الحظ أهم. ثم درست كذلك في المجال التجويد هذا عند الشيخ عصام الرباعي ما شاء الله، هذا يعني قارئ دولي معروف مستوى العالم، الشيخ داود حمزة، وكثير من مشايخ علموني التجويد وكيفية القراءة الحمد لله. ولكن نحن في ليبيا ما عندناش مدارس خاصة بالشيء هذا، إنما مجهودات ذاتية، تذهب إلى الشيخ وتقول له يا شيخ علمني كيفية القراءة المجودة، كيفية انتقالات المقامات، الصوت من القراءة للجواب، الطبقات، يعني علم يعني هكذا نأخذ في صليقة هكذا مشهودات ذاتية نسمع. وكذلك طبعا في المسابقة العالمية في تونس أنا شاركت في جانب التجويد، وكان المشايخ ينصحوا فيا أني نكترس يعني السمع، بالذات المجودين المصريين ما شاء الله نسمعوا لهم ونتعلموا منهم، المدارس المصرية معروفة، القراء اللي تأثرت بهم أول قارئ كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كنت صغيرا كان صوتي رقيق كنت أقلد فيه، ثم لما أصبح عمري 15-16 سنة كان القارئ الذي أحبه وهو معروف في مصر أو في مصر مقري القلوب الشيخ محمد صديق منشاوي، نعم كنت أسمعه وكنت أقلده. ثم آخر شيخ ذهبت إليه وهو يعني أصبحت في مدرسته أتعلمه منه كثيرا، لأنه كان مدرسة كبيرة جدا في 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 الأصوات وفي الأداء وفي المقامات وفي كل ما يتعلق بهذا الجانب، الشيخ موسى إسماعيل في مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اولا بالنسبه للقراءه قراءتنا احنا طبعا الامام قالوا عن النفع. طبعا قراءتنا احنا قراءه الروايه الامام قالوا عن النفع. طبعا هي لماذا يعني نستطيع ان نقرا اي قراءه اخرى غير قراءة هذه؟ لان قراءه القانون صعبه يعني كثيره قراءتها صعبة هلبة. لا يعني من الصعب أن أي دولة أخرى غير ليبيا زي إحنا مصر كذا يستطيعون أن يقرؤوها. في قراء ما شاء الله ولكن صعب عليهم شوي لأن إحنا تعودنا عليه على الفطرة من أول ما يعني حفظنا القرآن على هذه الرواية فأصبحت سهلة. فإحنا نقول السهل الممتنع. من الصعب تستطيع أن 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 يعني أن تنتقل من الصعب إلى السهل ولكن من الصعوبة أن تنتقل من السهل إلى الصعب. طبعا الرواية المعروفة في ليبيا الإمام قالون عن النافع. ولدنا على ذلك وتعلمنا وترعرعنا ما بين مشايخنا. فكانت رواية على مستوى العالم رواية صعبة لها ثقل كبير على مستوى العالم الإسلامي. فنعطي مثال بسيط ما بين اختلاف القراءات. طبعا أنا نعرف القراءة اللي نعرفها أنا قراءتين الإمام قالون فقط ولا أعرف قراءة أخرى إلا قراءة حفص مثلا. مثال بسيط زي مثلا الآية تقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. هذه عندنا هنا في القانون الهمزة الأولى محققة واللي بعدها مسهلة تسهيل عبارة عن سكون فقط. إذا لا تنطق إذا إذا نطقناها إذا فكانت حفص. وفي نعم فمن الصعب القارئ إذ لم يتعلم جيدا هذه القراءة قراءة القالون جيدا يعني لا يستطيع أن يتقنها صحيحا. لماذا؟ لأن من السهل على الإنسان الطبيعي يقدر أن الإنسان بدون أي رواية يفتح المصحف يقرأ يقول إذا صحيح همزة عادية هكذا ينطقها العرب. لكن الرواية لما قالون تجبرك أن تسهل الهمزة الثانية فنقرأوها إذا همزة ثانية مسهلة ما بين الهاء والياء يعني فهذه صعوبة الرواية. مثال في الهمزة الثانية تسهيل في رواية الإمام قالون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. هذه رواية قالون. فرواية حفظ بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذه رواية حفص يعني الهمزة الثانية محققة موجودة. أما في القانون الهمزة الثانية مسهلة أي لا توجد همزة إنما تنطق ما بين الهاء والياء هكذا تعلمت عند مشايخ. طبعا الفرق ما بين رواية الإمام قالون والورش في مثلا مثال ورحنا بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الألف المكسور ينطق هكذا بطريقة هذه في رواية ورش، وفي رواية قالون عندنا نحن بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه طبعا في بعض يعني في بعض المواضع هكذا يعني تقرأ، وفي هلبة أمور أو في هلبة أشياء تتعلق بالمواضع هذه في القرآن، ولكني لا أفقه في رواية الورش لأني لم أخذها الحقيقة، لكن هذا مثال بسيط والعوام يعرفون يعني الناس يعرفون متعارف عليه. هذه ما بين الفرق ما بين روايتين القالون وورش. رغم حداثة سنه يشارك القارئ الليبي محمد مفتاح والي في عديد الأنشطة والحلقات القرآنية التي تجمعه بالقراء الكبار، وهو ما يعمق تجربته في الحفظ والترتيل ويعزز لديه ملكة الأداء، خاصة وأن الرواية السائدة في ليبيا هي رواية قالون عن نافع والتي تتطلب رعاية خاصة من القارئ. تتنوع مشاركات القارئ محمد مفتاح والي الداخلية والخارجية لتكسبه يوما بعد يوم خبرة جديدة، فمن خلال حضوره في الملتقيات القرآنية يعزز مفتاح تجربته من خلال الاطلاع على تجارب عدد من القراء العرب وبخاصة قراء المغرب العربي. القراء الليبيين على مستوى العالم الإسلامي لهم ثقل يعني معروفين، ولكن هو موضوع إعلامي لا أكثر، يعني التغطية الإعلامية كانت ليس قوية في ليبيا، معروف طبعا لو كانت تغطية إعلامية موجودة وينشر ونشر القراءات في التسجيلات في الاستوديوات قليلة جدا، في بعض المشايخ فقط عندهم تسجيلات، ولكن المشايخ الكبار والشيخ الدكالي العالم، شيخ الأمين القنيوة، شيخ مصطفى قشقش، الشيخ علي التير، هذا مشايخ كبار، فحتى الليبيين ما عندهمش اندفاع في القراءة، يعني حتى تقول تعالى سجل كذا يعني هو هكذا، فيش اندفاعية هذيك اللي يبوها، والتغطية العالمية كذلك، والتسجيلات ناقصة في ليبيا شوية. فنرى أن بعض القراء عندما يذهبون إلى خارج ليبيا مثلا كندا أو دول أوروبية وعربية يأتون بالتسجيلات، لأن يعني فيه اهتمام في الموضوع هذا شوية، يعني تعالي الشيخ سجل أنت ما شاء الله قارئ كذا. في كثير من القراء، الشيخ عباس سفار موجود الآن في كندا، الشيخ داود حمزة المحكم الآن في مسابقة تونس، جائزة تونس الدولية الآن عنده تسجيل في كندا برواية حفص، وهلبا مشايخ يعني عندهم تسجيلات خارجية، في تسجيلات الشيخ لامين قنيوي في ليبيا في ما شاء الله كذا، لكن يعني ليس بالحراك القوي جدا، حيث أن نستطيع تغطية كل المشايخ. أولا قراءة في الصلاة بصفة عامة، وخاصة في التراويح قراءة تكون يعني خاشعة، لأنها ما بين الله عز وجل، بين يد الله عز وجل، وأنت إمام يعني مكلف أنك أنت بتقرأ بقراءة، يعني الله سبحانه وتعالى ما بين يديه في الصلاة، تكون قراءة خاصة. نعطي مثال لذلك في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكون القراءة بالكيفية هذه في المحافل، طبعا احنا ليبيا ما عندناش محافل، عندنا مجرد حاجات بسيطة، أو ربما تكون في مناسبات
الحالات الوفاة والأمور هذه، ربما يأتيك أحد يقول يا شيخ سمعني شوي صوت، فنقرأ بالكيفية هذه، هي قراءة مجودة طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. يعني هكذا تكون القراءة في المجال محافل أو في افتتاحات، أي افتتاح يفتتحه بالقراءة هذه أفضل تكون. طبعا بدايتي في مجال المسابقات والأمور هذه كانت في المدرسة، أدرس كنت في الابتدائي، طبعا كنت نحب الشيخ عباس عبد الصمد هلبة، وكنت أقلد فيه هلبة لأن كان صوتي زي ما أقول رقيق هلبة، والشيخ عباس واضح صوته رقيق هلبة وما شاء الله يعني جميل جدا يدخل القلوب. فكنت دائما نجيب ترتيب على مستوى سوق الجمعة، طبعا احنا غادي دوائر سوق الجمعة، مناطق عين زارة على حسب الأوقاف، طبعا كل يعني مجموعة مدارس يعني تنظم مسابقة وتستدعي الطلبة. كنت دائما ترتيب الأول الحمد لله على مستوى سوق الجمعة في المدارس والأمور هذه، هذه بدايتي. ثم من مسجد جامع صقع حتى كذلك دائرة سوق الجمعة في مسابقات، طبعا كنت شارك في تجويد، ما شاركتش في الحفظ سابقا، نحب التجويد نحب الأصوات، شاركت في التجويد فجبت ترتيب الحمد لله الأول مسجد سوق جمعة، وفي طرابلس جبت ترتيب الأول. ثم أثرت مسابقة على المستوى ليبيا سابقا كانت طبعا على المستوى الجماهيرية، ما ممكن ترتيب الرابع، ما جبتش ترتيب الحقيقة يعني، ولكن أسعى الآن إن شاء الله كان يدار مسابقة على مستوى ليبيا حنجيب ترتيب إن شاء الله. وثم شاركت في المسابقة العالمية في جامعة التجويد الآن على المستوى العالمي في تونس، والتي الحمد لله الحقيقة يعني كانت تنظيم طيب من الطاقم التونسي ما شاء الله، واستقبالهم في المطار كان ناس طيبة، والحقيقة يعني يبارك فيهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم، وربي إن شاء الله يأتي بالمزيد والخير إن شاء الله. بداية القارئ المجود يأتي بمقام البيات أو البيات إحنا نقوله مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا مقام البيت. ثم نأتي إلى مقام نقول إحنا الحجاز. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
كريما. هذا مقام الحجاز. ثم نأتي المقام الثالث، ولا أريد أن أطيل عليكم، مقامات كثير ما شاء الله وفروحة. هذا مقام الصبا. هذا ثلاثة يعتبروا من المقامات الأصلية، والمقامات الأصلية سبع مقامات، وفي من يقول عشرة. ثم تأتي الفروع. فروع يعني ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومعه صوته، يعني لا تحصى. في اللي حصرها ب 360 مقام، ولكن الأغلب العلماء الأمور هذه الصوت والفن والأمور هذه قال إن لا تحصى، لأن كل مرة يستكشف صوت جديد، وما ذلك الله بعزيز سبحان الله. في آية قرآنية، معلش نخش في الجانب هذا بسيط، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. سيدنا داود عليه السلام كان عندما يقرأ القرآن كانت الطير والجبال والدواب وما هناك مخلوقات كانت تردد وراه من جمال صوته. كان عند الزبور يرتل الزبور سبحانه وتعالى، فكان احنا الأصوات نسمعها، فهذه كلها مشتقة من سيدنا داود سبحان الله. جمال صوتها صوت كلها لو تجمعها كلها هتكون يعني سيدنا داود كان زي ما نقول حنين المصدر الأساس لهذه الأصوات، وحنين الفروع منها. فيعني ننتقل إلى مقام الصبا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يشارك القارئ محمد مفتاح والي في المسابقات الدولية، ومنها مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم التي حقق فيها نتائج متقدمة وقراءة نالت تقدير لجنة التحكيم المؤلفة من كبار القراء والحفاظ.